أعرف أنكم اشتقتم لستوري تايم، لكن ستوري تايم اليوم سوف تكون فريدة من نوعها لأنني سأتحدث باللغة العربية. صراحة تمنيت أن أحكيها لكم بالدارجة المغربية، لكن كثير من إخواننا في الدول العربية الأخرى لا يفهمون اللهجة المغربية، وفي كثير ناس كتبوا لي في التعليقات لين إكس لم أفهم ولا كلمة، لذلك سأتكلم باللغة العربية لكي يعني يفهمني الجميع. ولكي لا أطيل عليكم يا أصدقاء، الشيء الأول لا تنسوا اللايك والإشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يبقى يصلكم كل ما هو جديد في الثانية الأولى. الشيء الثاني، أتمنى أن تعملوا لنا فولو في الانستغرام، الرابط سوف تجدونه في صندوق الوصف، وأيضا في أول تعليق مثبت لم يتبقى لنا أي شيء على 1000 متابع. وبدون مطولات خلونا نبدأ في ستوري تايم. الغضب وما أدراك ما الغضب؟ هو شيء طبيعي في الإنسان، أي شخص يغضب. أنت الذي تشاهدني الآن أيضا تغضب، سواء الأمر متعلق في الحياة الواقعية أو الحياة الافتراضية. وعندما أقول الحياة الافتراضية هنا أعني الألعاب. الكثير من الألعاب عندما تخسر، يعني عندما تخسر لما تدخل جيم أو كذا تغضب، لكن اللعبة الأكثر غضبا صراحة وهي فري فاير، أكثر لعبة أغضبتني. سأحكي لكم قصتي مع الغضب من الخسارة. أعرف أنه في كثير ناس لحد الآن لم يستوعبوا يعني كيف الغضب من الخسارة. الغضب من الخسارة بكل اختصار هي عندما تدخل مثلا رانكيد وتموت بطرق غبية أو بالغدر، أو تلعب مثلا على الهيرو وما تبقى لك أي شيء وتموت وتبلع ناقص 70 ناقص 80، إحساس إذا لم تعيشه فلم تعيش أي شيء في فري فاير أو حتى في كلاس سكواد. المهم عندما تخسر نجمة يعني. المهم كل اللي راح أحكيه لكم كان حدث لي بالضبط في سنة 2020 وفي أول في سنة 2021، لما كنت يعني ألعب فري فاير كتير ولما كنت أحبها يمكن أكثر من نفسي. لا 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 هذا مستحيل يعني. كنت يعني أحبها فقط. كنت في تلك الأعوام ألعب على الهيرو كتير، كنت أطلع للدياموند واحد واثنان وثلاثة وأصل للدياموند أربعة، وبالخوف وباللعب الجاد كنت أنزل في آخر الدنيا وألويت وأختبئ وأنتظر الزون، وضربات قلبي بتتسرع، وبعد لحظات تجد نفسك بتتدمج. مين يضربك؟ الله أعلم. تقوم بتنزيل تلجة ولا زلت تتدمج. مين يضربك؟ الله تعالى أعلم. بعدين تموت، تجد يعني العدو كان فوق برج أو كان نائم على بطنه ويضربك، وفي الغالب تلقى ليفلو 30 أو 40، يعني بوت بمعنى الكلمة. وبعدين يعمل عليك رقصة الضحكة اللي ما بعرف حتى من وين جابها. تعرفوا في تلك اللحظة كان يعني العصب والغضب لي يعني لما بين قصولك تلقى ناقص 60 ناقص 70، والله العظيم يعني كنت يعني لا 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 لم أجد يعني كلمات كيف أعبر لكم. كنت يعني أضرب نفسي مع الحائط في بعض الأحيان، يعني يدي ضربتها، في مرة ضربتها مع الحائط لحتى ما أصبحت كاملة دم، يعني غضب شديد جدا. يعني لو كنت أعرف وين يسكن أقوم بالذهاب لعنده لمنزله وأقتل أمه في الواقع. ويبدأ يلعب لك على أعصابك، يعمل لك في حركات، يضرب وينزل تلجة، يعني أنا أسطورة وقتلتك، ويبقى في رقصات الضحكات ويجري ويعمل لك أشياء كأنه تقول إنه هذا هو وايت، وتبقى تشاهده شوي يقسل ضرب. تكرر معي هذا الموقف أكثر من مرة، يعني هو مثلا شخص أو عدوك يقسلك ويبقى يضحك عليك شوي ينزل عليه ضرب. وهذا الشيء اللي حكيت لكم تكرر معي أكثر من مرة، في مرات يعني كان يحدث لي أكثر من هذا. يعني تكون مثلا أنت ما تبقى لك أي شيء على الهيرويك، أنت في الدياموند أربعة، وتبدأ كل ما تنزل تقسل، كل ما تنزل تموت، كل ما تنزل تموت، يعني حتى تجد نفسك عدت لبلاتينيوم أربعة أو الدياموند آن، أو في بعض الأحيان تنزل حتى للذهبي. وبعدين أبدأ أنزل في البيك يعني لما أكره أم اللعبة. المهم وهذا الموقف كما قلت لكم تكرر معي أكثر من مرة. في أحد المرات ما زلت متذكر كانت تقريبا باقيالي على الهيرويك 10، يعني زيدوني 10 أجد نفسي في الهيرويك.
تعرف ماذا حدث لي؟ نازل بالطيارة، ما زلت متذكرة، نازل وأنا في السماء ونازل كيف العادة في آخر الدنيا، وفي واحد لا أعرف، هل قارينة قالت له أقتل لين إكس وهو نازل وتحصل على 10,000 جوهرة. لسه قلت بسم الله، لسه دخلت للجيم نازل في الطيارة بأمان الله وحفظه، وضربات قلبي متسارعة من السماء، عمل لي مودريوك وقتلني. والله العظيم رجلي لم تصل للأرض. كان عندي هاتف كان اسمه سامسونج جيدو، ضربت أم مع الأرض، وأنا في شدة غضبي. اللي شافني في تلك اللحظة يقول إنه هذا مو إنسان عادي، هذا إنسان مسكون. وبقيت شهرين بدون هاتف، شهرين وأنا أعيش في العصر الحجري، شهرين لدرجة ندمت أنني ضربت هاتفي مع الأرض، وندمت عليه كثيرا. بعد ذلك قلت لوالدي أن يشتري لي هاتف، قال لي أوكي، واشترى لي آيفون 13. شكلكم صدقتموني. أول كلمة قالها لي: ماذا ستفعل به؟ قلت له يعني فقط من أجل الاتصال بالعائلة والأقارب، والشخص لسماع الأحاديث النبوية عن طريق الهاتف، والشخص لسماع القرآن. أقنعته حتى دمعت عيناه. قال لي: بني هيا للمحل. ذهبنا، وكان يريد أن يشتري لي نوكيا بيل. اللي ما بيعرف نوكيا بيل يعني ثمنها 4 دولارات أو 40 درهم مغربية. قلت له: لا أريد هاتف أن يكون يعني عادي، أريد هاتف أن يكون بصمات. قال لي مرة أخرى: ماذا ستفعل به؟ قلت له: من أجل سماع الأحاديث النبوية والقرآن وصلة الرحم بالاتصال بالعائلة. دموعه نزلت مرة أخرى، فاشترى لي ريدمي نوت ويت الذي لا زال عندي لحد هذه اللحظة التي أصور لكم في هذا الفيديو. دخلت لفري فاير، يعني أنا شهرين غياب، دخلت لفري فاير، وجدت سيزون جديدة وعدت من جديد، وكثير أشياء تغيرت، أصبحت يعني ألعب من جديد. لكن هذه المرة عندما أغضب وجدت طرق جديدة وبسيطة وفعالة عندما أموت. إما أضرب رأسي مع الحائط، إما أنزع باب الغرفة من مكانه، إما أصفع نفسي 10 صفعات لحد ما وجهي يصير باللون الأحمر. لكن صراحة هذا الشيء كان أثر علي، يعني بكل صراحة كان أثر علي كثيرا، لأنني كنت أغضب، يعني بمجرد ما أموت كنت أغضب لدرجة أنني صحيا بدأت أنقص من الوزن بسبب تلك الغضب، ووجهي كان من تحت أعيني أسود، وكثير أشياء. فصراحة فري فاير هي أكثر لعبة أغضبتني وأكثر لعبة رفعت لي الضغط. لكن مع الوقت صرت عادي لما أموت ولا أعطي للأمر اهتمام أبدا، يعني وصرت عادي ألعب فري فاير لما أموت ما عندي مشكل، لما أقتل ما عندي مشكل، يعني الإنسان مع الوقت يعني يتعود. وهذه هي ستوري تايم الخاصة بي مع الغضب من الخسارة. وكنصيحة أخيرة: حاولوا أن لا تغضبوا عند الخسارة، لأنها مجرد لعبة، يعني لأن الغضب سوف يرجع فقط لصحتك ونفسيتك. وبصراحة هل لازال شخص في 2022 يغضب؟ يعني كان ذلك زمان، أما الآن يعني الناس ما صاروا يعني يهتمون كثير لفري فاير، ولم يعد ذلك الحب يعني كله. المهم يا أصدقاء، هذه هي ستوري تايم خاصة. المهم يا أساطير، هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن ستوري تايم تكون نالت إعجابكم يا أصدقاء، وأتمنى أن الفيديو يكون نال إعجابكم، تكونوا استمتعتوا فيه، ضحكتوا فيه، يعني كل شيء، يعني حبيت أروي لكم ستوري تايم بطريقة يعني جميلة. مهم يا أصدقاء، لا تنسوا اللايك والإشتراك في القناة، وأيضا تفعيل الجرس لكي يبقى يصلكم كل ما هو جديد في الثانية الأولى. وهذا هو حسابي على الانستغرام، الرابط سوف تجدونه في الوصف أيضا في أول تعليق متبات. ادخلوا عندنا الانستغرام يا أساطير، وبدون مطولات أكثر، كان معكم لين إكس، والسلام عليكم.